عيد الشهداء هو تجديد العهد مع من ضحوا من أجل الوطن والدين، سقوا هذه الأرض من دماء حتى نعيش أنا وأنت في سلام وبعزة وكرامة. دعونا نقدم لهم ولو القليل، أقلها نحضر عند روضتكم ونقرأ لهم الفاتحة، لن تأخذ منا إلا دقائق معدودة. الاستمرار فيما بدأ به الشهداء هو واجبنا ولا يتوقف أبدا حتى ننال كل مطالبنا وحقوقنا، وليعلم الواهب أننا لن نتنازل عن حقنا في قصاص الأبناء. إنني في هذا اليوم وقرب ذكرى استشهاد الشهيد سيد هاشم أجدد مطالبتي بتطبيق شرع الله في القصاص من قاتل ابني. غبيا حين أصدق أن القاتل مجهول والقصاص حق إلهي وشرعي وقانوني، لن نغفر لهم، لن نقبل توبتهم، والحمد لله رب العالمين. أم الشهيد وأبو الشهيد، كلمتان نعتز بهما نحن عوائل الشهداء عندما ينادينا بها الأحبة من هذا الشعب الأصيل. كلما سمعناها أحسسنا بوجود الشهيد بيننا، ماءهم لا زالت طرية تجري في عروق المؤمنين بالقضية، والقصاص قادم لا محال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.